طرق التسجيل في المقال كالعادة أخواتي، وكما سبق وشرحتها من قبل، هنا سوف نكتب الكود الخاص بنا وضع الحماية. البيتكوين في في ارتفاع أخواتي، وإن شاء الله سوف يرتفع في آخر العام إلى 10,011,000 إن شاء الله أخواتي. الآن هو 7,357. نعم أخواتي، لدي في رصيد 0.0206 كما ترون بقيمة البيتكوين الآن تقريبا $152. جيد. شركة صادقة أخواتي، تعطيك في الأول 50 جيجا هاش وأنت تبدأ في الاستثمار والعمل في هذه الشركة. نعم، أول تحديث للشركة سوف تجدونه هنا. لو نترجم هذه الصفحة، أغلق هنا أسهل تلقائي التطبيق المعمول في القادم 22 سبتمبر. نعم، هذا الشهر سوف يضيفون التطبيق في الهاتف المعمول ويكون فيها ميزة السحب التلقائي. يبقى معنا وأنا سأبقى معك إلى الأبد. جيد، نذهب إلى سحب الأموال. سوف نسحب أمامكم هذا الرصيد. جيد، انظروا أخواتي السحب يغلب هنا الحد الأدنى للسحب. رسم البيتكوين هنا 0.00. نعم، الحد الأدنى للسحب هو 0.005، والرسوم سوف تكون 0.003 أو 0.007. جيد، كما ترون أخواتي 0.0075 أو $2. ممتاز. هنا في عملة اليونت، وهنا في عملة الإثيريوم، وفي اليو اس دي في يقول من تستطيع السحب من $15، وسوف يقتطعون عنك $5، وإذا وصلت إلى $100 سوف يقتطعون عنك 0.5. وبالنسبة للإثيريوم الحد أدنى للسحب هو 0.01، الاقتطاعات 0.004 أو 0.0001. ممتاز. نذهب هنا حالة السحب تأثير في 2 أغسطس. لا، مكتملة تأكيد انسحاب ناجح. المعالجة في الطابور حوالي من 1 يوم أخواتي إلى 7 أيام تصلك أموالك. انتظر حوالي من 1 يوم إلى 2 يوم بريسيسين لقيد المعالجة. هذه المحاولة بعد خطأ غير صالح، لم يكن طلب السحب ناجحا، يرجى الاتصال بالدعم. حوالي دقيقة إلى 160. نعم، لم يستيم أي تقريبا ما يصل إلى يومين أو 4 أيام ويجبون عنك جيجا هاش تحويل التلقائي من تحويل نجم. هنا يقول لك السحب، انتظر السحب من يوم إلى 2. نعم، وفي مرات يصل إلى 7 أيام ويصلك المال. إذا وصل إلى 7 أيام ولم يصلك المال يجب عليك الاتصال بالدعم. وضعوا ميزة جيدة أخواتي، وهي تحويل الأموال إلى جيجا هاش. انظر هنا كما أنا حولت. انظر، سوف ننزل أسفل أخواتي. هنا أردت أن أسحب 0.0183. انظر هذا المبلغ أخواتي، ثم حولته إلى جيجا هاش ولقد اشتريت عقد بمدة 13. ممتاز. هنا أقول لك الكيلو انسحاب، يتم معالجة المشروع، لا تتردد في متابعتي. هذا مشروع جيد أخواتي لهذه الشركة، وبالتأكيد في المستقبل القريب سوف يضيفون هذه العملة في الماركت كاب وسوف نستفيد منها كثيرا. كانوا يعطي في الشهر السابق هذه العملة حسب جيجاش المتواجدة لدي في الموقع. ممتاز. نذهب للسحب. هنا معرف البيتكوين، هوية صوتية، عنوان البيتكوين، وضع العنوان، نريد سحب هذا المبلغ كاملا. سوف تقطعون عن 0.003 أو 0.0007. لا توجد مشكلة، المهم المال تصلنا. نضغط كوبي لهذا الأدرس. نذهب هنا، نضع هذا الأدرس. ممتاز. 1B2 1B2 وفي الأخير HG. هذه هي الأدرس. نعيدها. هنا نؤكد السحب. سوف يعطينا رسالة للتأكيد في الإيميل الخاص بنا أخواتي. انظر هنا، بليز كليك وتدرى كونفيرم لينك فور إيميل. نكتب الإيميل. سوف تأتي الرسالة. انتظر.
نعم هاي الرسالة، قلنا لا تريد سوف تضع المعنى هذه الأدرس سوف أصبح 62. نعم نضغط على هذا الرابط لتأكيد الصحة. نعم أقول لك withdraw code. نعم الكود خاص بك في الصحة، هذا هو الكود. نعم نعمل صورة في حالة لم يتم السحب نتصل بالدعم ونرسل لهم هذه الصورة. نعم كما ترون نضغط على confirm. نعم اخوتي تم السحب عند لم يتم السحب، سوف نعيد. هذه هي المحفظة الآن. نعم سوف بيتكوين ادريس كونفيرم كبير. نعم هذا بيكون عيد. هو هي الرسالة على نقل نقطة على سحب كيف السحب. نعم يعيد نسخة الكود أو صورة في حالة خطأ سوف نرسله للدعم كونفيرم. هنا يقول لنا تم السحب وانتظر 24 ساعة سوف يصلك الأموال. أنا أقول لكم انتظر أكثر من 24 ساعة لأن الموقع يعمل عمل تهديد من يوم إلى يومين إلى 7 أيام وسوف يصلك المال إلى أسبوع. هناك من وصل في 15 يوم. المهم أن الأموال تصل إخوتي. لو نذهب هنا سوف نجد كونفيرجي عشان 13 16 تعطيك 1388 سنة تعطيك 1094 ثلاث سنين 800 لا نريد الآن الكونفيرت. سوف نتركها بريسيسينج حتى يتم السحب إخوتي. سوف ننشر هذا الفيديو لمعرفة الجميع بأن الموقع قد عمل هذا التحديد، وعندما تصل الأموال بعد أسبوع أو أسبوعين سوف نعيد نشر الفيديو بأننا قد وصلنا من شركة كومباني فارم. لهذا لا أحد يتقلق من هذه الشركة لأنها شركة صادقة 100% إخوتي. أنصحكم بالعمل بها.